قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، أي أنا ضامن لمن حسن خلقه ببيت في أعلى الجنة. ومعنى حسن الخلق أن يعمل الإنسان المعروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، لأن قصده رضا الله، فلا يهمه رضا الناس بعد أن رضي الله عنه، وأن يصبر على أذى الناس، وأن يكف أذاه عن الناس. هذا معنى حسن الخلق. فلو كان المسلم المؤمن الذي حاله هذا أن يعمل المعروف مع الذي يعرف له ومع الذي لا يعرف له، ويكف أذاه عن الغير ويصبر على أذى الناس، هذا له عند الله تعالى يوم القيامة فضل كبير.